كلامكم. انا مش عايز بعد كده ان احنا نتكلم محاضره اول ما تلاقي الدكتور وقف يبطل كلام، هتقول لي طب في حد تاني بيتكلم؟ مالكش دعوه. لما انت تسكت هتلاقي تاني واحد سكت الباقيين سكت. خلاص يا جماعه؟ عشان خاطري عشان تستفادوا من اللي بنعمله اسمعوا كلامي. اوكي؟ طيب دي المحاضره، عرفتوا بنفسي ان انتوا ما شفتونيش قبل كده، انا اسمي دكتور شريف فهمي. اكون معاكم في الامبريولوجي يا جماعه من كل يوم ثلاث. في ناس كتير قوي ما بتبقاش عارفه ان الامبريولوجي ده تبع الاناتوم. الامبريولوجي ده جزء من الاناتوم. ويمكن عدم نزول الكتاب خلاكم محتارين شويه. هو كتابه فين طيب؟ احنا ما بنعرفش ان في حاجه اسمها امبريولوجي. الاناتوم يا جماعه في كذا قسم. في حاجه اسمها جروس اناتومي، وهو ده اللي احنا المين بارت بتاع السنه بتاعتنا، حاجه اسمها جروس اناتومي اللي هو وصف جسم الانسان بالعين المجرده. مش هقدر اعالج ولا اعمل عمليه غير لما اعرف تركيب جسم الانسان ازاي. تمام؟ في حاجه تانية اسمها مايكروسكوبيك اناتومي. وكانوا الاثنين قسم واحد وبعدين انفصلوا. والمايكروسكوبيك اناتومي بقى اسمه هيستولوجي. بقت ماده ايه؟ الهيستولوجي. في حاجات تانية زي راديولوجيكال اناتومي اللي هو بالاكس راي، ابسط تركيب الانسان بس بالاستعانه بالاشعه. وفي حاجه اسمها ديفلوبمنتال اناتومي، يعني الجسم اللي انت بتوصفه ده اتكون ازاي؟ ومش عشان انا اللي هديه لكم هذا الجزء، انا هديك جزء تاني، بس مش عشان انا اللي هدي لكم الجزء ده فانا متحيز ليه؟ انا اعتقد ان هو من اظرف الاجزاء واكثرهم اثاره، لانه عامل زي القصه. عشان كده ما ينفعش ان انا ادخل المحاضره ليكم عمالين تتكلموا مع بعض. والغريب ان دلوقتي من الزحمه يظهر، ما بقاش كل اتنين بيتكلموا مع بعض. كل ثلاثة بيتكلموا مع بعض في نفس الوقت. مين بيسمع مين؟ مش عارف. بس كل الناس بتتكلم مع بعضها ومحدش بيسمع حد. عاملة زي ما بتسلموا على بعض الصبح. صباح الخير، عامل إيه؟ مش كويس؟ يعني أنت سألت ورديت وسبت ومشيت. مفيش وقت، أنا وراك ناس تانية كتير، بس عملت الواجب يعني. فأنا لو سمحتوا مش عايزكم تضيعوا الفرصة دي اللي إحنا نعرف فيها إزاي جسم الإنسان اتكون. في حاجات غريبة جدا هنعرفها في الإبيولوجي. وحاجات لذيذه جدا. فعشان كده وعلى فكره هي قصه ما ينفعش اسرح فيها، لان في ناس تعتقد ان المحاضره مع صوره حلوه طالعه مع صوت دكتور مش بطال وستاير على الشبابيك جو رومانسي. اول ما ابتدي المحاضره بلاقي ناس كتير قوي انتوا مش شايفين بعض، انا اللي شايف. انا دلوقتي بحكي كل واحد عايز يسمع حكايات، بس اول ما ادخل في المحاضره تلاقي خلاص تلاقي المحاضرة تلاقي ناس عملت ازاي؟ وصف باتجاه غريب جدا وابتسامة حلوة وعاش معاها التاني خيالي سبعها. صحيح عايش. هو مش عارف حلو، أنا معاه متأكد إنه عارف حلو، دي حاجة حلوة. مش عايز أضحك. وإحنا بنسعى بس هي فكرة مش وحشة. سرحان يا جماعة شعور لذيذ وممتع والتركيز مؤلم لكن إيه الأخير؟ سرحان. اولا يا دكتور سرحان لذيذ، وزي ما قلت لحضرتك بيبقى ممتع، ثانيا ما بتحسش بالمحاضره، لان المحاضره بتخلص بسرعه. طب جربت النهارده ما بنسرحش. صعب. بتبان يا جماعه بتبان، منظركم بيبقى غريب جدا. الكتابه الغريبه دي. مع حاسه صغيره في الراس. ما علينا. مشكلة الكتاب. الكتاب اللي موجود في المكتبات هو الكتاب اللي هينزل يوم الخميس الجاي. النسخة الجديدة اللي نازلة هي نفسها كوبي، لا مفيش حرف اتغير، ده الدكتور اللي بيطبع الكتب لسه مكلمني قبل المحاضرة قال لي بلغ الطلبة كده، في إشاعة طالعة، ده الكتاب جديد بألوان. في إشاعة. خلاص؟ أوكي، طيب، في حاجة تانية. مين هيساعدني فيها مش عارف، لكن أنا دلوقتي بكتب لكم المحاضرة اللي بقولها الناس بأسلوب روتاني زي الملخص يعني. فأنا عامل أربع نسخ معايا، هحتاج أربع أشخاص من اللي عندهم الحب لخدمة الآخرين. مين عنده حب لخدمة الآخرين؟ يلا يا حمي يلا حمي. قال لي دكتور اسمك إيه لو سمحت؟ أنس إيه؟ أنس عسل، أنس حسام عسل. أسأل أنس حسام عسل. أسأل حسام عسل. قال لي أحد الشخصيات اللي هتساعدكم في نشر الورق ده. بصوا معايا، أولاً الورق ده هحطه على حاجة اسمها ميديا فايل. لسه الابتدائي مش عارفين إحنا في ميديا
بروفايل، بس انا في تو بيجز، في بيج على الفيسبوك اسمها اناتومي قصر العين، برضه تدخل عليها وعرفها. هنزل عليها بوست فيه لينك. اللينك ده لو دخلنا عليه ده ميديا فايل. هلاقي فيه محاضره اللي هقولها دلوقتي الداتا شو، وهتلاقي فيها كمان الورق ده، فاللي عنده نت يقدر يوصل هياخدها من على النت، ما يصورش عشان توفر تعب على الناس دول. فاهمين معايا؟ اناتومي قصر العين، اكتب كلمه اناتومي قصر يعني اناتومي معروفه، وبعدين كلمه قصر سبيس اي. وفي بيج ثانيه دكتور شريف لو انا كان دكتور ايهاب اللي هو مش انا انا بتعرفوه هيعدي عليك. الصفحه الثانيه دي هتلاقي فيها صور كده، صورنا يعني. هتلاقي الصوره لمين؟ دكتور ظريف كده شكله ظريف اللي هو انا. تبقى عارف هي دي الصفحه. هتلاقي بوست هنا وبوست هنا فيهم التو لينكس. اللينك واحد. اللي فتح دي اوكي، اللي فتح دي اوكي، ادخل على اللينك هتلاقي المحاضره وهتلاقي الورق ده اللي هو النظري. اوكي؟ فدلوقتي معانا انس، معانا مين تاني؟ عايز ولد تاني وبنتين. ولد تاني اللي هو محمد حامد. محمد حامد كلكم شايفين يا جماعه عشان حدش ما شفتهمش. خدوا الورق ونقلوا الكليه الثانيه. محمد حامد. طلعوا الورق مين؟ ورا؟ سارة؟ سارة المصري. سارة المصري. مين هيساعد سارة؟ حماسة الخدمة الاجتماعية. قول. لغة؟ لغة. لغة ايه؟ لغة محمود. خلاص يا جماعة الأربعة عرفوا؟ لا لا لا. صوت ايه؟ هو الأربعة. معلش معلش يا جماعة معلش يا سلام. صورتك. أنس. حماسة. لغة. سلمى. خليه اسمها ايه؟ الزايد. تبقى لك فكره شويه عن الموضوع ده هيساعدني. لكن اقول شويه تفاصيل يمكن ما كلمتكمش قبل كده في سنه. تكوين الجنين السنه دي هنوصف التكوين الخليه، الشكل الخليه. من اول ما كان الجنين خليه لغايه لما بقى بيبي ليه راس وايدين ورجلين وجسم. ده اسمه جنرال امبريولوجي. والسنه الجايه هناخد تكوين الجنين من الداخل، سيستمز يعني. ازاي الكارديو باسترال ريسبيراتوري دايجستيف وهكذا. يبقى السنه دي من بره بس. ويسموا الشغل بتاع السنه دي جنرال امبريولوجي، الكتاب اللي في ايديكم للسنتين. اول مش عارف كم صفحه 70 90 وات ايفر يعني الجزء اللي قال ده جنرال ده بتاع السنه دي. والباقي سبيشال امبريولوجي او بتلاقي كلمه سبيشال مش بتاعته ده بتاع السنه اللي جايه. هو كتاب بيشتغل السنه دي والسنه ايه؟ اللي كده. اول حاجه هقولها مقدمه قبل ما ندخل في الموضوع عايزين نتفق على شويه حاجات. ايه المقدمه دي؟ بيقول لي احنا عندنا في الاول في حاجتين بيتحدوا مع بعض، حاجه اسمها سبيرم وحاجه اسمها اوفا بيتحدوا مع بعض ويعملوا خليه واحده اسمها الزايجوت. خليه اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها زايجوت. والخليه اللي اسمها الزايجوت دي هتنقسم وتعمل خلايا جسم الانسان كلها او الدنيا يعني. واي خليه في جسم البنج لازم يكون عدد الكروموزومات في النيوكليس بتاعتها كام؟ 46 46 تمام؟ 44 بيقولوا عليهم اوتوزوم مواصفات جسمك و2 سكس كروموزوم. لو ده ولد بيبقى اكس واي، لو هي بنت يبقى اي. برافو عليك شطاره فيه. بيقول لي تبدا الرحله في اول اسبوعين من الحمل، ما تستغربوش، لكن الخلايا دي اللي هي الخلايا الواحده تتكاثر وتعمل قرص. كلنا في يوم من الايام كنا اقراص. امبريونيك ديسك. هتقول لي ايه هو القرص ده؟
الاعراس منه والرجلين ازاي؟ يبقى اكيد الدكتور هيلف على نفسه وياخد الشكل الدائري، وبعد ما ياخد الشكل الدائري جزء الاكتمال ده يكبر يبقى راس، يطلع دراعين ابر لمب اللي احنا داخلين عليهم في العلاج بتاعهم دلوقتي، ولور لمب تمام، والباقي يبقى الجسم. يبقى الاول في اول اسبوعين بيتكون حاجه اسمها امبريونيك ديسك، وهذا القرص في بدايته بيبقى طبقتين، طبقه خلايا اسمها ايبي بلاست وطبقه اسمها هايبو بلاست. هتعودوا على حضراتي ان انا بتكلم في المقدمه ما بقولش خلي بالك معايا. بعد شويه اقول لك بس خلي بالك هنا في سؤال، اروح مطلع الكتاب او الورقه اللي في ايدي واكتب اول سؤال ظهر في محاضره النهارده اللي هو حاجه اسمها جاميتوجينيس تمام. بس انا دلوقتي في المقدمه ومحدش هيسالني في المقدمه. فمن المحاضره كمان مش بس تاخد المعلومه، تعرف تطلب مني ازاي، هيسالوني ازاي، فاهمين؟ وهتلاقوا هنا طريقه الكتاب، طريقه العنوان والاجابه، طريقه الاجابه ايه؟ منظمه زي ما انت هتذاكر ايه. بعد كده كماله الشهرين الاولانيين، من بعد اول اسبوعين لغايه ما يكمل شهرين بيكتمل البيبي تكوينه، راس ودراعات وجسم، ومن جوه السيستمز كلها اتكونت بعد اول شهرين. تقول لي خلاص الام تولد، يا سلام لو الحمل شهرين بس وتخلص، لا ما يعيش، ما يقدرش يعيش، لان الاورجنز الداخليه بتاعته لسه ما بقتش ماتيور عشان تعمل فانكشنز بعد كده. بعد كده الباقي ان الحمل كام شهر، من الشهر الثاني لما يخلص لغايه اخر الحمل سبع اشهر، كل اللي بيحصل في البيبي ده جروس خارجي وداخلي نمو، بس جوه زاد الجروس فيه كمان ديفلوبمنت ماتيوريشن، بحيث الاورجنز دي انها تشتغل وتعمل وظيفتها كويس. فده القصه او الرحله بنقسمها كده، اول شهرين بنلقبه بكلمه امبريو، بعد مرور اول شهرين لغايه الاخر بنلقبه بكلمه فيتس. يبقى الجنين بيعدي مرحلتين، امبريو وفيتس. الامبريو ده خلاص تكون بقى شكله نهائي، بس لسه الاعضاء الداخليه ما بقتش ايه؟ ويل ديفلوب، لسه هيكبر اكتر من كده. والاعضاء الداخليه تبقى ديفلوب ويبقى الفيتس ايه؟ يقدر يتولد ويعيش اللي هو البيبي الثاني. طبعا ممكن الام تولد قبل كده، اكتر رقم وصلوا له بعد سبع اشهر. بس لازم يقعد شويه في اسمها حضانه. لغايه ما يقدر يتعامل مع الحياه، والحضانه دي بتبقى معقمه. لان ممكن قوي في المرحله دي انه يعيا، ولو عيا في المرحله دي ممكن يبقى في مرحله خطيره، لان هو ممكن يموت من العيا للاعراض. اكتر او اصغر خليه في جسم الانسان اسمها النيوكليوس، وكلكم عارفينها طبعا من قبل كده. لكن فكروني كده، النيوكليوس اللي هي سن المرين، جوه السن المرين ده في ايه؟ تقول لي في سايتوبلازم. والسايتوبلازم ده في ايه يا دكاتره؟ مين يقول لي مكونات؟ يعني مثلا حاجه زي كده اسمها ايه؟ ميتوكوندريا، وحاجه زي كده اسمها جولجي. فبريت بس نستعمل الكلام ده في شغلنا. وفي كمان حاجه اسمها السنتريولز بتاعت الحصان، وعندنا النيوكليس اللي جواها نيوكليار ماتيريال اللي جواها 46 ايه؟ كروموزوم، شايلين جينيتك ماتيريال. دي الست النورمال اللي موجوده في جسمنا، وكل جسمنا موجود فيه الخليه اللي 46 كروموزوم ما عدا مكانين. في التستس في الليل، وفي الاوفر في الليل. في المصنع اللي بيعمل السبيرم لازم يعمل سبيرم فيه 23 كروموزوم. والاوفري في الفيميل لازم تعمل اوفر فيها 23 كروموزوم. ليه؟ لان هم لما يتحدوا مع بعض هيوصلوا لي الخليه اللي فيها كام كروموزوم؟ 46 كروموزوم. ايه البدايه؟ بيقول لي البدايه بين الاخ والاخ. سبيرم واوفر. صدقوا الخليه شطار شويه هي اللي تتحور وتعمل سبيرم. عمليه اسمها جاميتو جينيسيس. السبرم والاوفر مع بعض اسمهم جاميتس. لما تسمع كلمه جاميتس يبقى تعرف ان ده بيتكلم على السبرم في الميل والاوفر فين؟ في الفيميل. دي اسمها جاميتس. طيب معقوله الخليه تشتم شويه هتتحور وتبقى كده؟ انتوا عارفين السبرم دوت ايه مواصفاته؟ ليه هيد، ليه راس. والراس دي لو تاخدوا بالكم معظمها نيوكليس. والسايتوبلازم اللي كان موجود راح فين؟ هيطلق بره. اصل السبيرم لازم يبقى خفيف. ولازم راسه تبقى صغيره قوي، لان هيحصل اضطراب لجدار الاوفر ويعدي في مكان ضيق، عشان ما نبقاش محتاجين انزيمات كتير عشان نعمل فتحه كبيره يعدي منها سبيرم. السبيرم ده هو اللي بيتحرك، هو اللي بيروح للاوفر، فلازم يبقى خفيف. لازم يفقد ما يحمله. انتوا عارفين لما تبقى سفينه بتقدر يعملوا ايه؟ بيرموا الحاجات اللي فيها عشان تبقى خفيف. نفس الكلام في الطيران. يبقى يرموا الحاجات اللي فيها. فالسبيرم طالع رحله مش لازم يشيل معاه شيله. تقول لي ايه؟ السيتوبلازم تقريبا قليل قوي فعلا.
مش بس كده، لو قدام الهيد شايفين حاجه صفراء، الصفراء دي حاجه اسمها اكروزوما الكلب، طبعا انزيمات لسه ما قلناش على فكره، دي مجرد حكايات، انا بحكي مقدمه بتاع الموضوع. اول ما اقول لك خلي بالك يبقى ده اول سؤال. جيف ان اكونت اون حاجه اسمها سبرماتو جينيسيس. يعني ايه سبرماتو جينيسيس؟ تكوين سبرم. وهنشوف الخليه العاديه دي ازاي تعمل سبرم، ده اسمها سبرماتو ايه؟ جينيسيس. مش بس كده، ده احنا كمان عندنا في ديل طويل والديل ده عشان يزق السبرم في اتجاه واحد، مش بس عشان يخلي السبرم يتحرك في اتجاه واحد، ده كمان وهو بيبتدي يخترق جدار الاوفر حركه الديل بتساعده تزق لجوه، فالديل ده يوجه الحركه ويساعد الفيرتلايزيشن اللي هو دخول السبرم على الاوفر. بس بدايه الديل في حاجه حواليه شيس من الميتوكوندريا عشان يديله طاقه، لان الحركه محتاجه انرجي، فالميتوكوندريا هتدي طاقه لمين؟ للسبرم. طبعا كل ده جه ازاي واتكون من ايه؟ من الخليه العاديه اللي احنا عرفنا مكوناتها، دي عمليه اسمها سبرماتوجينيس. ايه ده؟ يقول لي انت شايفه جوه دي الاوفر المحبوسه دي؟ الاوفر دي يا جماعه جواها نيوكلياس برضه كام كروموسوم؟ 23، وحواليها طبعا من جلايكوبروتين، ما تقولوش الاسم دلوقتي عشان ما نحرقش القصه، مش مهم اسمها، المهم طبعا من جلايكوبروتين حواليها خلايا كمان من بره. شايفين الطبقه البلو دي؟ ده غلاف تاني غير السيبن برين بتاع الاوفر، وكمان عندنا طبقه خلايا حواليه ايه؟ الاوفر. السبرم لازم يعدي من كل ده عشان يدخل جوه، والنيوكلياس بتاعته تتحد مع النيوكلياس بتاعت الاوفر فيعملوا نيوكلياس رجع تاني 46 كروموسوم، وبقت الخليه بالرغم من الخليه بتاعت الاوفر، خدتوا بالكم؟ الخليه الاوفر والسبرم لما دخل والنيوكلياس بتاعته اتحد مع النيوكلياس بتاعت الاوفر بقت 46، غيرنا اسمها بقت الاوفر بقت زايد. فاهمين؟ الزايد ده مش خليه جديد، ما جاتش من عدم، ده هي الاوفر. والاوفر لانها لا تتحرك، السبرم هو اللي جاي لها، مش مهم تبقى كبيره وتقيله، تحتفظ بالسيتوبلازم، وده هتعمله بطريقه انقسام معينه، هتلاقوا ان الاور سايت اللي هي الخليه بتاعت الاوفر لما بتنقسم بتنقسم لخليه كبيره، خليه السيتوبلازم عندها وحاجه اسمها بولر بوتر اللي هو جزء من النيوكليس. كل ده مقدمه تسهل اللي جاي، بحكي حكايه هتتقال كلها تاني بالتفصيل وبالترتيب وبالدوق، ما تخافوش. تمام؟ يبقى هنا هو ده لما السبير يدخل جوه النيوكليس بتاعته تتكلم مع النيوكليس بتاعت الاوفر ويعمل نيوكليس جديده، بس الكروموسومات بتاعتها بقت 46 وبقت الخليه دلوقتي اسمها زايدو، وهو ده البدايه الفعليه لايه؟ لتكوين الكلب. يعني ايه جابيتو جينيس؟ نقرا مع بعض، يعني ايه جابيتو جينيس؟ عايزين نتعلم بقى ازاي نعبر عن نفسنا، ازاي اسجل وازاي اكتب؟ لان في كتير قوي منكم في السنه الاولى بالذات يبقى عندهم مشكله في الاسماء، وناس كتير قوي متخيلين مش عارف يكتبوا كلام اللي كانت كتير قوي. انا عايز اقول لكم يا جماعه من ايامي انا من زمان، من زمان قوي يعني، من زمان عين ما كنت انا في سنكم كانت دي المشكله بتاعتي برضه وانا طالب، بس ما حدش قال لي ان المشكله دي مؤقته وان حلها قرايه كتير وسمع كتير. هتلاقي خلال اسبوعين ثلاثه يبتدي الامور تهدى. تمام؟ وتيجي ان انا الاقي الكلام بيتعاد واللي كان صعب عليا بقى سهل قوي. يا جماعه من الطبيعي جدا في اي ماده ان اول محاضرات فيها يبقى الاسماء الغريبه اكتر من المعتاد. ده طبيعي. لو لقيت نفسك مش حاسس بمشكله يبقى انت مش طبيعي. لو لقيت نفسك الله الاسماء دي جميله فعلا مش عارف ايه، مش حاسس بمشكله اعرف ان في مشكله. الطبيعي ان يبقى في مشكله، بس مش الطبيعي بقى ان انا اقعد ارسي لحالي ويصعب عليا نفسي واقعد افكر واقول ايه اللي جنبي. في حد يا جماعه لسه بيفكر الفكره؟ ما شاء الله. ربنا يستر. لا كل ده على فكره بيتغير خلال ايام، هتلاقوا نفسكم فرحتوا جدا باللي انتوا عملتوه واللي جبتوا الكليه دي واللي جابكم هنا وربنا اختاركم. ربنا اختاركم، ما تفكروش جيتوا عشوائي. كلكم مختارين انتوا تبقوا دكاتره. لان ربنا اكتر حاجه بيحبها في الدنيا الانسان، وانتوا اللي هتعالجوا الانسان. بلاش تعرفوا الكلام ده. فهمتوا؟ يلا نكمل. يعني ايه جميل جالس يا جماعه؟ جميل يعني ايه؟ سبير او اوفر مش كده؟ بتنسى بروسيس، هي عمليه مش خطوه، بروسيس متعدد الخطوات. باي ويتش ماتيور جميتس، ايه كلمه ماتيور دي؟ حد يشرحها يعني ايه ماتيور؟ مش اي جميت. لازم يكون سبير قادر على الحركه والاختراق. لازم تكون الاوفر جواها 23 كروموسوم. لو ما انقسمتش يبقى مشكله. لو ما حصلش الانفصام اللي بيفقدها بدل 46 يحولها 23، مشكله لو احتفظ ب 46 وجاي لها سبيرم في 23، واخدين بالكم؟ بقى العدد دلوقتي كبير 23 و 46
69 كروموزوم، دي خلية مش طبيعية. الماتيور جميل سلولار سبيرم او اوفر فورمد فروم حاجة اسمها بريمتيف جير سيلز. بريمتيف يعني بدائية. ممكن الكلمة دي تستبدل بكلمة بريمورديال، وبريمورديال يعني منذ البدء. ده أول حاجة عملت السبيرم، دي أول خلية هتروح تعمل السبيرم اسمها بريمتيف جير سيلز أو بريمورديال جير سيلز. تمام؟ بريمتيف يعني بدائي، بريمورديال يعني يا ترى الجنيتوجينيسيس ايه الغرض منه؟ بتهيألي احنا ممكن نستنتج، فكروا كده معايا. خلايا 46 كروموزوم عايزين ان احنا نحولها لسبيرم او اوفر. حاجه اسمها جنيتوجينيسيس، عايزين نعمل ايه؟ تفتكروا انا غلطت ايه؟ ايه الاحداث؟ في تشينجز هتحصل في النيوكليس، الخليه العاديه دي في تغير في النيوكليس بتاعتها عشان تعمل سبيرم او اوفر. اللي هو الجنيتوجينيسيس، ايه التغير ده؟ لازم الكروموزوم يبقى هاف ذا نمبر. لازم السبير يبقى 23 والاوفر كام؟ 23 عشان نفتحهم مع بعض نرجع 46. ودي بنستعمل فيها انقسام اسمه الميوزي او الميوتيك ديفيجن. هو ده اللي بيعمل ريدكشن لايه؟ للكروموزوم. وهرجع لكم عليه بسرعه تاني عشان يفتكر كلنا. في ناس عارفه وناس ناسيه، فهنفكر الناس كلها. ميوتيك ديفيجن. وكمان السيتوبلازم. مين يقول لي ايه اللي بيحصل في السيتوبلازم؟ الخليه فيها سيتوبلازم، هتعمل سبير تفقد السيتوبلازم بتاعها. عشان السبير عايز يبقى ايه؟ خفيف. لو هي اوفر كل ما تنقص المفروض تعمل خليتين زي بعض؟ لا. السيتوبلازم يروح في ناحيه واحده، فبقت واحده منهم محتفظه بالسيتوبلازم والثانيه جسم اسمه بولر بودي حته من نيوكليس. حته من نيوكليس ده يحصل لها جنريشن في كده. احنا مش عايزين عدد كبير في الاوفر. السبيرمز عدد كبير لكن الاوفر مش عايزين نزود العدد بتاعها. وده اللي هنعرفه ازاي ده يزيد ودوت يشتري. تو تايبس اوف ديفيجنز اعتقد انتوا عارفينهم بيحصلوا في الجنيتوجينيس. في كل جسمك في نوع واحد بس اللي بيحصل اسمه مايتوتيك ديفيجن. لكن جوه الجين كان سيستم عشان نعمل جنيتوجينيسيس محتاجين نوعين مايتوتيك ومايوتيك. مين يقول لي المايتوتيك بيعمل ايه للخليه؟ بتراسل بيعمل فاجز. يعني خليه 46 كروموزوم يعمل خليتين ده برضه 46 كروموزوم، يبقى الانفصام ده اسمه ايه؟ ميتوتيك. طب الميتوتيك بيعمل ايه؟ حتى بيسموه اسم تاني ريدكشن ديفيجن. بيسموه ايه؟ ريدكشن ديفيجن. يعني ايه ريدكشن؟ ينقص. فالخليه دخلت الميتوتيك ديفيجن وهي 46 كروموزوم طلع منها خليتين 23 و23. يبقى عندك نوعين من الانفصام، في ميتوتيك وفي ميتوتيك. ركزوا معايا. ميتوتيك وميتوتيك ارجوهم. مايتوتيك وميوتيك. محدش يكتب حاجه. كل ده في الورق في السلايدز والاثنين هيبقوا معاكم النهارده. يا اما على النت يا اما زمايلكم اللي هيصوروا لي. ازاي بيحصل المايتوتيك؟ ازاي دكتور خليه فيها 46 كروموزوم تقسمها 46 و46؟ يقول لي ال 46 كروموزوم دول في صف واحد ورا بعض. وكل كروموزوم يبتدي ان هو يوضح ان فيه نصين اسمهم كروماتيد. وملتصقين ببعض بحاجه اسمها السنترومير. كل كروموزوم من دول من 46 هيتقسم نصفين تو هافز. وكل نص يروح في ناحيه عن طريق مايكرو تيوبيولز بتشد نص الكروموزوم الناحيه دي ونص الكروموزوم الناحيه دي وبعد كده السيتوبلازم والسيمبرين يتقسم فبقى عندك خليتين كل واحده ليها سيمبرين سيتوبلازم نيوكليس في 46 نص كروموزوم نص. وبعد كل نص من دول يكمل النص الثاني يخلق النص الثاني فبقى كروزوم كامل وبقى خليه زي الام زي المذر. يبقى الميتوتيك ديفيجن بتعمل كوبيز نسخه بتعمل نسخه من الاصل. ازاي؟ مين يقول لي بقى ازاي؟ انا عايز تصحصحوا معايا شويه. النيوكليس بتاع السيل 46 كروزوم هيعملوا ايه عشان يعملوا خليتين 46 كروزوم؟ برافو عليك. في خطوه مهمه قوي يمكن بعضكم ما يعرفهاش. خلي بالك معايا. ازاي النص الكروموزوم ده يخلق نص تاني؟ في خطوه قبل الانقسام ان الكروموزومات اللي جوه النيوكليس بتعمل ريبليكيشن بتخلق دي ان ايه عشان يكفي ان انا اعمل 46 هنا و46 هنا، انا اصلا 46 واحد. كميه دي ان ايه اللي موجوده على 46 كروموزوم ما ينفعش اعمل منها خليتين 46 و46. طب الحل ايه؟ حاجه اسمها الضعف. كمية الدي ان ايه اللي شايلاه علشان لما تنقسم 46 نص هنا و46
و46 نص كروموزوم هنا، كل نص يخلق النص الثاني، تبقى الكروموزوم كام؟ من المضاعفه من الدي ان ايه اللي اتعملت في الاول. يبقى انا دلوقتي عايز اجيب قماش اعمل بدلتين، اضاعف القماش اللي عندي عشان اعمل البدله دي واعمل البدله دي. فاهمين معايا يا جماعه؟ اقولها تاني؟ اقولها تاني؟ اي خليه بتنقسم. قبل ما تنقسم بتعمل خطوه اسمها ايه؟ ريبليكيشن، مضاعفه لكميه الدي ان ايه اللي عندها. ليه؟ لانها بعد ما تنقسم هيبقى نص الكروموزوم راح هنا والنص الثاني راح هنا. بس كل نص مش هيفضل نص، لازم يكمل النص الثاني. من الكميه اللي اتعملت، من التحليق اللي اتعمل قبل الانقسام. فكل نص عنده كميه دي ان ايه بتاع الكروموزوم كامل. عشان يعمل بقيه النص اللي ايه؟ اللي ناقص. فدي نقطه مهمه قبل الانقسام في تحليق للدي ان ايه. بعد كده الكروموزومات، بعد ما عملنا دي ان ايه دبل، كميه الدبل، كروموزومات تقف صف واحد وكل كروموزوم يبقى ليه نصين. والاسم الكروموزوم النصين كل نص يروح في ناحيه. بصوا هنا يا جماعه شايفين في الصوره دي اسمها انافيز اهي، شايفين النص اللي فوق والنص اللي تحت كل واحد راح في ناحيه، وبعدين دول كل واحد فيهم هيبتدي ان هو يكمل نفسه عشان يبقى كروموزوم كامل، وبقى خليتين ايه زي الام بالظبط فيها 46 كروموزوم. ده المايوتيك. المايوتيك بقى ازاي المايوتيك ديفيجن بيحصل؟ عندك خليه 46 بقى عايز تعملها ايه؟ 23 و23. ركزوا بقى معايا ازاي 46 و23. يقول لك هل الكروموزومات هتقف مرايه صف واحد ولا تقف كابلز؟ وقبل ما تقف كابلز برضه بتعمل ايه يا دكتور؟ بتخلق دي ان ايه عشان اي انقسام اوتوماتيك كده دوست على زرار. قبل الانقسام ما يحصل بيحصل لبريكيت. محدش يبص على حد خلي اللي يدخل. انا عارف الحنين ده مين على الناس ده. على فكره ده حاجه اسمها فيجوال ريفلكس. فيجوال ريفلكس اللي هو من غير ما تفكر تلاقي الحركه او الصوره اتغيرت فتبص على التغيير اللي حصل وتسيب الخط. ده ربنا ما خلقوش عشان اتفرج على ده او اللي كان. ده ربنا خلقه عشان لما انا اعمل كده اهو يتخض كده لما احاول ارمي حاجه على حد دي حاجه اتغيرت الصوره حاجه غريبه. ربنا خلانا ما نفكرش نحكي نفسنا. في سنترز عندنا هنا في البرين تبص على التغيير اللي حصل ده فتبص له. بس المفروض لو في خطر جاي عليا اتفاداه. مش هقول لو لقيت حاجه بترمي عليا اقول لك دي ايه دي اللي جايه. في ورق خشب بتحرر ما تبقى حديده. طب ما احاول اعمل راسي عشان تعدي مني. لا طبعا اللي بيحصل بتعمل راسك كده وبعدين تمسكها. فاهمين معايا؟ لو سمحت حد دخل او حد خرج مش عايز الاقي عينيكم بتتابعوا لك يقعد طمنوا عليك. المايتوتيك ديفيجن يلا يا جماعه ده خطير جدا. احنا هنطلب من الفلان بعد الطلبه عشان اثنين كروماتيد بيمسكوا بعض سنترومير. ممكن يبقى في شورت ارم في لونج ارم. لو انت بتعدي الارمز يبقى اربع ارمز. كل كروماتيد فيه جزئين قبل السنترومير وبعد السنترومير. بس السنترومير في النص بالظبط. في جزء صغير في ناحيه وجزء كبير في ناحيه. كده ده السنترومير. هما اثنين كروماتيد. اوكي؟ يلا يا جماعه ركزوا بقى معايا. عايزين نركز في الحته اللي جايه. المايوتيك ديفيجن ال 46 كروموزوم بيقفوا كابلز. كابلز يعني كل اثنين كروموزوم واقفين قدام بعض. خلي بالك معايا اصلا كانوا الاثنين كروموزوم دول واحد جاي من الام عن طريق الاوفر وواحد جاي من الاب عن طريق السبيرم. هيتعرفوا يقفوا قدام بعض فور ذا لاست تايم. تو كروموزومز اللي قدام بعض دول يا جماعه في الجلانس اللي هي التستس او الاوفري فقط. المايوتيك ديفيجن ما بيحصلش اي حته الا في التستس الاوفري. طب يقفوا جنب بعض وبعدين يعملوا ايه؟ يتبنوا النيوكلير ماتيريال الحته تقطع من الكروموزوم ده وتيجي للكروموزوم الثاني واخد حته بدلها. حاجه اسمها كروس اوفر. والكروس اوفر دي هي اخطر مرحله. بصوا هنا الانقسام اللي حصل بين التو كروموزوم هي اخطر حاجه بتحصل في الانقسام ده اللي ما بيحصلش غير في التستس او الاوفري عشان نعمل سبيرم او اوفر. اخطر تفتكروا اخطر. المفروض بعد ما يتبادلوا النيوكلير ماتيريال يسيبوا بعض كل واحد يروح في ناحيه. افرض ما سابوش بعض. يبقى في اثنين اللي لازقين في بعض دول هيروحوا في ناحيه. بقى في خليه فيها كروموزوم زياده والثانيه ناقصها واحد. في خليه فيها 24 وخليه 22. لو الخليه دي على حصها هي الفرتلايز يبقى البيبي ده يا اما يطلع عنده كروموزوم زياده يا اما ناقص. ودي من ضمن الاسباب الخطيره في الكونجيت الانومالي اللي هي اخر محاضره في الجراحه.
اسباب حدوث الكونجنتال ايه؟ انا. طيب بعد ما سووا بعض كل كروموزوم يروح في ناحيه، يبقى انت النتيجه معاك ايه؟ خليتين، كل واحد ليه كام كروموزوم؟ 23 كروموزوم. طب ليه يا دكتور بيحصل سكند مايوبيك؟ انت خدت قبل كده ان في فيرست وفي سكند؟ طب ليه بيحصل سكند؟ ما احنا خلاص وصلنا 23. عشان الضاعف في العدد. طب في حاله الاوفر، انا مش عايز اضاعف، انا عايز اوفر واحده واللي تبقى حفله عيالي. عشان ايه يا دكتور؟ فين الدكتور اللي قال لي ايوه؟ عشان ايه؟ انت اللي تعرف الاجابه دلوقتي. لا انا اللي بسالك. لا السؤال. السؤال تاني. ليه بعد الفيست مايوتك اللي عمل 23 اتعمل سكند مايوتك تاني؟ وعمل برضه 23. عشان كل واحده هيكون فيها اثنين كروموسوم، بس انا عاوز واحد عشان بعدين عمليه التزاوج يصير عندي خليه واحده فيها. طيب هو قبل ما يوريك الكريشه خدته بالك من الكلام اللي قلت ايه؟ احنا قلنا في ارنكيشن عشان دكتور التايم سبوت مرسله لما حصل الكروس اوفر. تمام. لا انا قلت انا عشان بس زود عدد بس حضرتك قلت ان في ريبليكيشن في الاول. برافو. تمام. قبل المايوتيك ديفيجن، قبل الفيرست مايوتيك ديفيجن، الخليه حست ان في انقسام داخل عليه، راحت عملت ريبليكيشن للدي ان ايه كانها تعمل خليتين 46. بس اللي حصل انها عملت خليتين 23، ايه النتيجه؟ بقت الخليه فيها ايه؟ 23 كروموزوم بس كميه دي ان ايه بتاعها 46. عملت 23 كروموزوم بس لما اتعمل ريبليكيشن قبل الانقسام بقى النتيجه الخليه فيها كام؟ بقى فيها كام يا جماعه؟ 23 كروموزوم بس دي ان ايه قد مين؟ قد بتاع 46 دي خليه مش طبيعيه. لازم تتظبط، تتظبط ازاي؟ سكند مايوليك. طب السكند مايوليك ده الخليه دي 23 كروموزوم دلوقتي، ازاي اعمل منها خليتين 23 كروموزوم؟ بطريقه المايوليك ديفيجن. برافو عليك. 23 كروموزوم هيبقى في صف واحد وكل كروموزوم يتقسم نصين وكل نص يروح تاني. هتقول لي طيب في الانقسام اللي هو السكند مايوليك ده بيحصل ريبليكيشن دي ايه؟ ليه؟ لان الخليه حاسه ان عندها زياده. هي عندها زياده مش هتعمل ريبليكيشن. وهي دي بقى النقطه. انها مش هتعمل ريبليكيشن في السكند مايوتيك، بعد كده لما تعمل خليتين بقى كل خليه فيها 23 كروزوم والدي ان ايه قد 23 ايه؟ كروزوم. فاهمين حاجه؟ مش فاهمينها الموضوع دلوقتي. لان دي ما حدش هيسالكوا فيها. بس انا كل ما اسال ليه سكند مايوتيك تقول لي عشان يضاعف. واضح ان كان بيقول كده زمان. لا مش عشان يضاعف، عشان نحل مشكله ان بعد الفيرست مايوليك الناتج خليتين 23 كروموزوم وكل 23 كروموزوم فيهم دي ان ايه بتاع 46 خليه مش طبيعيه. لازم الخليه دي خد واحده منهم 23 كروموزوم دي ان ايه 46 واعمل لها انقسام اسمه سكند مايوليك. قبليه مفيش ريبليكيشن. قبل الانقسام ده مش هيحصل ريبليكيشن للدي ان ايه. ليه؟ لان هي عندها اوريدي ضعف كميه الدي ان ايه. تمام؟ هيقف في صف واحد وكل واحد كروموزوم يتقسم نصين وكل نص هيكمل نفسه في الدي ان ايه اللي عندهم. بقت النتيجه دلوقتي خليتين طبيعيتين 23 كروموزوم ودي ان ايه قد 23 كروموزوم. اللي مش فاهمها ممكن يبقى يجي لي على الشحار مش مشكله، بس ما حدش هيسالك فيه، بس عشان نغير مفهوم حكايه ان احنا نزود. تخيل الاسئله في الاخر معلش عشان ما تقطعش تسلسل الاحداث انا هاخد الاسئله في الاخر معلش عشان الوقت وانا عايز اقول حته النهارده كويسه. الجميل جينيسيس اللي هو السبيرم والاوفر فين؟ وامتى؟ وين؟ اند وير؟ المقدمه دي هتساعدني لما اتكلم عن السبيرم جينيسيس تبقى متوقع كلام كتير. هتفهم كلام كتير. مش هشرح كل مره وانا بقول السبيرم جينيسيس. المقدمه خلتني ما اشرحش لما اجي السبيرم والاوفر. اتوقع الاحداث. يا ترى السبيرم يتكون فين؟ جوه التستس اللي هي الفصيه فيها انابيب رفيعه اسمها سيمي نفرس تيوبيولز. ده مكان تكوين الاسباب. سيدي نفرس تبيول اوف تيستس وبعدين يكمل الهجوم في جسم ورا التيستس اسمه ايبي ديدلس. لكن الاوفر بتتكون في الاوفري تحت القشره حاجه اسمها الكورتكس ولازم الاوفر تكون تحت الكورتكس عشان بعد كده تخرج في عمليه اسمها التبويض او الاوفوليشن. فالاوفري لو كانت الاوفر في القلب كانت تحصل بعض شهر وما تخرجش بره لانها في قلب الاوفري لازم تكون قريبه من السطح عشان تخرج ايه؟ تخرج لبره. ده المكان. طب امتى؟ بالنسبه للميل يبدا عمليه سبرماتوجينيسيس وتكوين السيمن افتر بيوبرتي بدءا من سن البلوغ لغايه اولد ايج غير محدد. يختلف من انسان لاخر. لكن الفيميل ما تستغربوش بقى
بدايه تكوين الاوفر في الفيتيل يبدا فيها وهي لسه جنين. وهي لسه جنين. وبعد يحصل حاجه اسمها الريست، يعني الريست طاق. وثم يكتمل هذا الاوجينسيس من سن البيوبرتي لغايه سن 40 45 اللي احنا بنسميه مينوبوز. طبعا بالعربي ده سيد ده ترجمه خطا، لان مينو يعني منسز يعني بيريود يعني باسج اوف بلاد، تمام؟ اللي هي البيريود. ستوبج انتوا عارفين بوز يعني ستوب، فالمينوبوز يعني ستوبج اوف منسز. الترجمه العربي دي حاجه خاصه بينا مش الترجمه الاصليه بتاعت الكلمه. يبقى عرفنا فين هو. بص معايا بالنسبه للميل، هنا في اورجان اسمه التستس، والجسم اللي وراه ده اسمه ايبليدنس. جوه التستس هيبان هنا في تيوبيولز رفيعه ملفوفه على نفسها اسمها السيمي ليفرس تيوبيولز، ده المكان الذي يبدا في تكوين السبيرمز. وورا في جسم اسمه ايبليدنس يكتمل نضج السبيرم. السبيرم بيكون بس هو مطلوب منه كمان يتحرك. يبتدي ياخد الحركه. فالحركه دي بتديفلوب فين؟ في منطقه الايبليدنس. ده الفينيجيتال سيستم ادي كوفري، لازم يكون جنبها تيوب اسمها فالوبيا تيوب او يوتراين تيوب، وهنا اليوترس اللي بيقضي فيه البيبي كل الحمل ما عدا اول ست ايام هتعرفوا ايه اللي بيحصل فيهم، او ثلاث ايام. اول ثلاث ايام بيبقى في تيوب، وبعد كده الباقي كله جوه ايه؟ جوه اليوترس. ودي طبعا البشر. يا ترى الخلايا اللي هتعمل السبيرم والاوفر جايه منين؟ مصدرها منين؟ يقول لي مصدرها الحته دي جايه بعدين، اسمها الاسماء بس ما تحفظوهاش. تخيلوا ده بيه، والبالونه دي حاجه اسمها يوكسا. في الورق زي يوكسا في خلايا جايه من السيلز اللي اسمها ايبي بلاست. لو خدتوا بالكم من البيبي كالكورس، ايبي بلاست وهايبي بلاست، شويه خلايا من الايبي بلاست تهاجر وتقف في الكودا الهول بتاع اليوكسا كده لونها احمر. وبعد كده الخلايا دي اللي ظهرت في الاسبوع الثاني في اليوكسا بتهاجر وتروح للديفلوبينج. يعني ايه ديفلوبينج؟ يعني ده جنين، انا بتكلم على جنين. بتروح للديفلوبينج تيستس لو ميل، والديفلوبينج اوفر اوفري لو في ميل. الخلايا دي يا جماعه هتبقى السبرماتوجونيا او البريمتيف جيرم سيلز للسبرمز، او بريمتيف جيرم سيلز للاوفر. الخلايا دي مين يا جماعه؟ جايه منين؟ مصدرها من خلايا اسمها ايبي بلاست. في الاسبوع الثاني وصلت مكان اسمه يوك سا، وبعدين في الاسبوع الخامس وصلت الى التستس الاوفري. الثلاث معلومات دول ما يحفظهمش دلوقتي، مش هيتسال فيهم دلوقتي، لكن هيجي مع موضوع اسمه يوك سا في قرب اخر الابراج. اوكي؟ القصه اللي انا حكيتها دلوقتي كانت مقارنه ما بين ايه وايه؟ بين تكوين السبرم وانا عايز منه ايه، وتكوين الاوفر وانا عايز منها ايه. وكمان اتكلمت على الانقسام مايتوتيك وميوتيك وايه الفرق بينهم. المايتوتيك وان ستيب بيدي نتيجه واحده، لكن الميوزيس لازم يبقى فيرست وسكند، لازم فيرست ميوتيك وايه وسكند، وعرفنا المكان اللي بيتكون فيه كل واحد. ده الكلام اللي انا قلته دلوقتي. اول سؤال بيقول جيبن اكونت اون سبرماتوجينيس. جيبن اكونت اون سبرماتوجينيس، لما تسال اي سؤال اول حاجه اعرف الناس انا عارف ده ايه. يا ترى يعني ايه سبرماتو جينيسيس؟ تعالوا نشوف مع بعض. يلا يا جماعه، it is a process by which sperms are formed from primitive germ cells. يعني primitive؟ الاسم التاني بتاعها primordial. primordial اللي من البدايه منذ البدء. primordial الخليه الاوليه خالص. ما احنا عايزين السبرم جه منين؟ هل السبرم رجع اتوجد كده ولا في خليه هي اللي عملته؟ خليه يعني. طب خليه جايه من الجلد يعني، ولا جايه من المصل، ولا جايه منين؟ لا، جايه من طبقه اسمها ايبي بلاست في الجنين، وبعد كده راحت لليوكسا في الاسبوع الثاني، وبعدين راحت للتستس او الاوفري في الاسبوع الكام؟ الخامس. الخليه دي لما وصلت للتستس اللي اسمها بريمتيف جيرم سيل بقى اسمها سبرماتوجونيا. وسبرماتوجونيا جمع سبرماتوجونيا ما، يبقى سبرماتوجونيا دي واحده، سبرماتوجونيا ده كتير. خلاص جمع معنا. يبقى definition is a process by which sperms are formed from a primitive germ cells. هي primitive germ cells دي فيها كام كروموزوم؟ خلية من جسم البيبي عادي، لأنها جاية من جسم البيبي من الإيبي بلاست. والإيبي بلاست والهايبر بلاست دول أصلا كانت تحولهم زيجوتس، هو اللي عملهم. والزيجوت كان فيه كام كروموزوم؟ يبقى primitive germ cells دي 46 كروموزوم. فين؟ دي طريقة الإجابة.
هنا وهنا. يعني مش هنا حاجه ولا حاجه، هو نفس الكلام. طريقة الإجابة في الامتحان الصورة اللي تحط فيه. أين يحدث هذه العملية؟ أين تحدث؟ مين فاهم؟ سبيرم جينيسيس كانت بتحصل فين؟ أولاً إحنا في الميل دلوقتي، وهنعمل إيه سبيرم؟ يبقى في التستس، هو التستس فيها نبيذ اسمها سيمي نفرس تيوبيولز، ويكتمل التكوين في حاجة ورا التستس اسمها إيه يا جماعة؟ إبيديلس. طب مين شاطر يقول لي العنوان اللي جاي يبقى وين؟ التايم. سبيرم جينيسيس دي عملية بتحصل من بدءا من امتى لغايه امتى؟ من البيوبرتي لغايه اولد ايج بدون تحديد، يبقى كل اللي انتم معايا فيه هذه التايم. ايه الايه؟ السبرماتوجينيسيس دي بتعمل ايه في البرين ديال الجيرم سيل عشان تعمل لي سبير؟ ايه الايه؟ ايه الهدف؟ تعالوا نشوف اول هدف. ايه ده؟ خلال السبرماتوجينيسيس هتتم حاجه اسمها مايوتيك ديفيجن. دي بتعمل ايه يا جماعه؟ ريدكشن اوف ديبلويد. يعني ايه ديبلويد نمبر؟ 46 كروموزوم. كلمة ديبلويد يعني 46 كروموزوم. إلى هابلويد نمبر، يعني إيه هابلويد؟ 23 كروموزوم. أدي أول هدف، إن هي هتكون سبيرم يحوي على 23 كروموزوم في النيوكلاس بتاعها. نمرة 2 ديتيرمينيشن أوف ذا سكس أوف ذا كروموزوم. هو الكروموزومات عندنا أولاد وبنات. أنتوا عارفين الخلية في الميل تبقى النيوكلاس بتاعتها فيها إكس واي؟ ولما تنفصل بتنفصل الى خليه اكس خليه واي. الميل الميل اكس واي في الميل، هنقول في الميل الرجال. قطع شهيد، قطع شهيد، اسمعها في الميل. تمام؟ في الولاد يا جماعه بيبقى السبيرم يا اما اكس يا اما واي. بالتالي اللي بيحدد نوع الجنين هو السبير مش الاوفر، لان الاوفر طول عمرها اكس بس. لان الخليه في الفيميل اكس اكس لما تنقسم لازم يكون الاوفر جواها 1 اكس، والسبير اللي داخل على حسب. هل هو واي يبقى البيت ده هيبقى ولد. لو السبير اللي داخل اكس يبقى ده بنت. يبقى الترميشن اوف سكس. Giving the sperm the ability to move and fertilize the ovum. لان الخليه عاديه ما تتحركش. البريمتيف شيرم سيلز دي ما تتحركش، ما فيهاش ديل، ما فيهاش جهاز طلع انزيمات يخترق. فلازم السبرماتوجينيس دي يا جماعه تحول الخليه للنظام ده. تمام؟ لا، المره الثانيه احلى. اشهر جمله بقولها، لو جالي سؤال جيب انا كام اون سبرماتوجينيس، ايه الديفينيشن؟ ايه التعريف بتاعك؟ ذيس بروسيس باي ويتش، انا عايز اعلمكم ازاي تكتبوا، باي ويتش سبيرمز ار فورمد فروم بريمتيف جير سيلز. مش عايز اعرف الاجابه، بس حد فاكر جت منين الخلايا في البريمتيف جير سيلز؟ جت من خلايا الجين اسمها ايمي لاس، وراحت لبالونه اسمها يوك ساك في الاسبوع كام؟ وبعد سابت اليوك ساك وراحت للتستس في الاسبوع كام؟ وهناك هتفضل موجوده لغايه سن البيوبرتي، وبعد تشتغلها عشان تعمل ايه؟ تعمل سبيرم. يبقى ده ديفينيشن، برافو عليك، اول خطوه عدينا منها. فين؟ سايت شلتها تاني. أين يحدث مامجنس؟ فين؟ سيمي ريفرنس تبيول اوف ذا تيستس بلس حاجة ورا التيستس اسمها ايبيديلس. ايبيديلس اسم صعب. مرة في التانية هنفصل، ما تخافوش منه. الوقت تايمينج من اليوبرتي لغاية اولد ايج. طب ايه أهدافك؟ مامجنس دي بتعمل ايه؟ بريمتيف جيرم سيل خلية عادية فيها 46 كروموزوم، فيها سايتوبلازم، ملهاش ديل، ملهاش جهاز اضطراب. يبقى انا عايز اعمل ايه؟ ايه الايه يا جماعه؟ اول حاجه اطمن ان ال 46 كروموزوم دول يبقوا كام؟ 46 كروموزوم يعني جيب درايف. وال 23 يعني هاد درايف. ريدكشن اوف ذا درايف تو هاد درايف نمبر اوف كروموزوم. ممكن اقول ريدكشن اوف 46 ل 23 كروموزوم. تمام؟ هي هي. ايه النمره 2؟ ترمينيشن اوف ذا سكس، لان بعد الديفيجن جوه السبرماتوجينيسيس هيبقى عندك سبرم اكس وسبرم واي، يبقى في سكس ديفرنشيت. واخر حاجه اللي هو giving the sperm the ability to move and penetrate، هيتكون له ديل وهيخترق الاوفر. السبرماتوجينيسيس بتعدي في تو ستيج، في مرحلتين عشان اوصل للسبرم. بريمتيف جيرم سيل وسبرم بينهم تو ستيج. تو ستيجز دول بيحصل فيهم ايه؟ اول مرحله بيحصل تغير في النيوكليس، اعتقد ان النيوكليس بقت 23 كروموزوم. دي أول مرحلة. وتاني مرحلة
الخلية الغامضة تكتسب جيل والهيد تظهر وشيس أمامزة تيل وجهاز اختراق عشان يبقى سباب. اسمهم ايه المرحلتين دول؟ هنقوله كذا مرة. أول مرحلة اسمها سبرماتو سايتو جينيسيس، ده تهجيل في نيوكس. اسمها ايه تاني؟ لو صعبة نقسمها إلى ثلاث مقاطع، كل يوم نحفظ مقطع، بعد ثلاث أيام من النهاردة أقدر أقولها. سبرماتو سايتو جينيسيس، ده بيحصل تهجيل في نيوكس. وإيه التهجيل اللي عندي في نيوكس؟ الكروموزومات ما تبقاش 46 تبقى 23، وبدل ما كانت 6 كروموزوم اكس واي يبقى يا اكس يا واي. فاهمين؟ طيب المرحله اللي بعدها اسمها اسهل، سبيرميو جينيسيس. اسمها ايه يا جماعه؟ سبيرميو جينيسيس. والسبيرميو جينيسيس دي مورفولوجيكال، لان في اخر المرحله الاولى بيبقى خليه عليها خالص، بس النيوكلس اللي جواها 23 كروموزوم بس، سيتوبلازما بقى والجولجي ابريتس والكوندرا زي اي خليه. ما ينفعش دي تعمل فيرتلايزيشن، ما ينفعش تروح الاوفر، هيحصل مورفولوجيكال تشينجز في الخليه دي عشان تبقى السبيرم مش في اول المحاضره. ليه راس وليه نك وليه ديل؟ المورفولوجيكال تشينجز دي بيسموها سبيرميو جينيسيس. مره اخيره السبرماتوجينيسيس يا جماعه، خلاص عرفت الديفينيشن، المكان التايمنج الايه، بعد كده تقول لي تو ستيجز يحفظوا ورا الضلال. لوجيكال تشينجز، الخلية لازم تتحرك، لازم يبقى ليها راس خفيفة، لازم يبقى في جهاز اختراق، كل ده لازم ايه عشان يبقى سبيرم ايه في الشكل النهائي. أول مرحلة هبتدي فيها وبكملها المحاضرة اليوم. بصوا معايا ايه ده؟ احنا فين؟ هو السبيرم بتتكون فين؟ في التست انا عارف، بس هو التست في ايه؟ هو انا على سبب ولا القصة بس نقطة كانت حلوة بس. السيمينيفرس تريبيولز يا جماعة أنابيب، لما أقطع في أي أنبوبة تبان دايرة. قبل سن البيولز كان إيه الوضع؟ إيه اللي مانع إن في سبيرم يتكون؟ كانت الخلايا كتير أوي ومالية تريبيولز جواها وسداها. تقول لي يعني الميل قبل سن البيولز التريبيولز اللي جوه كانت مالهاش كم؟ كانت مسدودة. أيوه الخلايا كتير قوي وسد التيوبيولز، مفيش سيمن يطلع، يطلع ازاي والانابيب دي مسدوده؟ دي لازم تتحول الى كنانز. يبقى اول حاجه عملتها البريمتر جيرم سيلز لما راحت التيوبيولز دي مالتها بالخلايا وسدتها، فقبل سن البيوبرتي ما يمنع حدوث تطور تكوين سبيرم هو ان الانابيب اللي جوه التست بلوكت. يعني بلوكت؟ مسدود بايه؟ بالبريمتر جيرم سيلز. على سن البيوبرتي تحت تاثير الهرمونز بتاعت الميل يبتدي كل انبوبه من دول الخلايا اللي في السنتر تموت، ويفضل الخلايا اللي لازقه في الاول بس، تفضل الخلايا اللي لازقه في الاول. مين الخلايا اللي لازقه في الاول دول يا جماعه؟ في نوعين من الخلايا، في نوع اسمه سيرتوني سيلز، تسمع تاني وتقول لي مين فيهم اللي هيعمل سبيرز، ونوع تاني من الخلايا اسمه سبرماتوجونيال او ستيم سبرماتوجونيال سيلز. ستيم سبرماتوجونيال سيلز وستيم يعني مظهر، يعني الاورجن، يعني المصنع، يعني اكيد انتوا الاسطمبه المصنع بيصنع عليها الانتاج بتاعه. الاسطمبه دي هتفضل الخلايا ستيم لازقه في الجدار، لا تتركه لكن تنقسم وتدي نيو جنريشن حتى يبقى انتاج السبرم لغايه اولد ايج، لان ما ينفعش الخلايا دي كلها تمشي في مرحله التحور وتحول كلها لسبيرم. خلاص بتساوي الطريقه مره واحده. لازم في خلايا تطلع على الوول من بره واقفه وتعمل مايتوتيك ديفيجن وتعمل انتاج جديد. اهو بقى الجديد ده هو اللي هيتحور ويبقى سبيرم. ازاي يتحور ويبقى سبيرم وايه الخطوات اللي هنعدي فيها؟ ده انا هعرفه المحاضره الجايه ان شاء الله.